طبعا يعني كلنا يعني منتظرين مباراه الغد بكره ان شاء الله. مباراه اعتقد مباراه مهمه جدا جدا للنادي الاهلي، اولا على مستوى مباراه نادي الاسماعيلي والنادي الاهلي، واتكلمنا يمكن الايام اللي فاتت على اهميه دايما قيمه مباراه النادي الاهلي والنادي الاسماعيلي، وبيعجبني كمان جدا جماهير النادي الاهلي على السوشيال ميديا يعني بتقول يعني فعلا لعيبه الاسماعيلي بتتقلب فعلا للعيبه برازيليه امام النادي الاهلي. خلي بالكم مش الاسماعيلي بس، يعني كل انديه الدوري بتحاول بقدر الامكان انها تدي كل ما عندها وتطلع طاقتها الكامله في مباراه امام النادي الاهلي. بكره مباراه مهمه جدا لاسباب كتيره، أولها طبعا السبب الأول هو عايزين طبعا صدارة الدوري، نستعيد صدارة الدوري. عندنا بعض المباريات المؤجلة، مباراة بكرة إن شاء الله مهمة للمشوار لاستعادة صدارة الدوري، ده مهم جدا جدا. كمان على المستوى المعنوي ان انت تسافر ان شاء الله للكونغو وانت يعني رجعت لنغمة الانتصارات، الثقة بترجع تاني، المعنويات بتبقى عالية جدا. احنا عارفين النادي الأهلي يمكن على مستوى الدوري عنده 24 نقطة من 10 مباريات، يعني لعب حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل 3 ماتشات. الأهلي أي نعم في المركز الثالث بعد الزمالك، الزمالك عنده 30 نقطة وبيراميدز يمكن الثاني ب 25 نقطة، لكن هم لعبوا كمان ماتشات كتيرة، يعني ماتشات كتيرة على أكتر من النادي الأهلي. بيراميدز على سبيل المثال لعب 15 مباراة، يمكن 5 مباريات أكتر من النادي الأهلي، الزمالك لعب 13 مباراة. فطبعا ده كمان بيحط شوية ضغوط على اللعيبة ان احنا مطالبين كمان في مباراه الاسماعيلي ان احنا نكسب. مباراه مش سهله على المستوى الفني، على المستوى المعنوي، لكن قادرين باذن الله ان احنا نفوز بهذه المباراه المهمه. زي ما قلت لحضراتكم مهم جدا ان احنا نسافر الكونغو واحنا في عندنا حاله معنويه جيده جدا، وانتصار على فريق برضو كبير رغم ان الاسماعيلي في المركز ال 16 لكن يعتبر من الفرق والمباريات الكبيره. تجهيز لمباراه كمان، استعداد لمباراه فيتا كلوب، يعني هنقول مع حضراتكم كمان القايمه في عناصر جديده دخلت، ناصر ماهر دخل، اكرم توفيق، صلاح محسن، دول يمكن كانوا غايبين بقالهم فترات للاصابه، او كمان في رامي ربيعه وسعد سمير واحمد رمضان بيكم اللي دخلوا كمان القايمه. ف على المستوى التحضير الفني لبيتسو موتسماني بيدخل عناصر جديدة، كمان بيريح بعض اللعيبة المجهدة زي أيمن أشرف اللي يمكن بيأدي مباريات أكتر من رائعة، لكن فضل الجهاز الفني أنه كمان يريحه في مباراة الإسماعيلي طبعا خوفا من الإصابة. وإحنا عارفين كمان أن مركز أيمن أشرف دلوقتي بقى حساس جدا يا سهام طبعاً، بعد إصابة محمود وحيد وغياب علي معلول، وبالتالي مركز الباك الشمال يمكن هنشوف من خلال كمان اراء ضيوفنا النهارده مين يقدر يغطي مركز الباك الشمال بكره امام نادي الاسماعيلي.